الأسبوع الماضي مشاهدينا طبعا علي تحدى سارة وهلا صح وهم قبلوا التحدي أكيد. بس التحدي إيش وش اللي صار بالضبط خلينا نشوف التقرير وبعدين نقول لكم يلا بما انه ابو ظبي داركم احنا قبلنا التحدي ثاني هلا نحن بياس ايلاند رح نعمل اليوم سي بلين كارتينج وسايكلينج مره حماس يلا معنا هلا حنجرب السي بلين وحنروح بجوله كثير حلوه حنروح قصر الامارات كورنيش ابو ظبي وكمان فيراري وورلد جاهزين هلا جاهزين اكيد يلا مغامراتنا ما خلصت بس خلينا ناخذ شويه بريك لانه الجوع بدا فنحن نتغدى يا شاف نحن اليوم بفايسروي هوتيل ورح ناكل اكل ايطالي شو رايك ساره يلا بتعرفي سارة كتير حلو كيف اليوم بالسي بلين لما شفت اللوفر من فوق مع انه انا لسه ما دخلت عليه من جوا شكله رائع صراحة كان انا بالنسبة لي كل الاكسبيرينس حق الرايد كيف اللاندنج كيف التيك اوف حتى نفس الرايد كيف كانت بتهز بس يعني في الرش الادرينالين رش بس بنفس الوقت انت بتستمتع بالفيو مره حلو انت ايش رايك كان؟ حبيت كثير انه نحن من قلب البحر يعني يمكن هاي اول مرة بجرب سي بلين بس كثير شعور حلو ابغى اخلص مره بسرعه عشان حروح الكارتينج بس ذا الكارتينج والسايكلينج يا سلام لا بس انا احب الكارتينج اصلا من زمان بس ما عمري جربت الف فياس وهلا هون احنا قاعدين كمان على على التراك فالحماس اكثر سامع الاصوات انت سارة من زمان ما عملت أشياء بتحمس هالقد من جد وحلو إنه سويناها في يوم واحد وفي مكان واحد ياس آيلين سوينا فيها السي بلين سايكلينج وكمان حلو الموضوع إنه مو بس أكتيفيتيز ممكن يجوا على المارينا ويدوقوا أكل مرة لذيذ حتى الكارتينج كان كتير حماس صح مرة لهيك إحنا بنطلب منكم كلكم تشاركونا بصوركم وتجاربكم وتحدياتكم على هاشتاج أبو ظبي داركم ولكل محبين السايكلينج هم من ياس آيلين أحلى تجربة على التراك خليكم معنا اليوم أكثر من رائعة عن جد من حلبة ياس آيلاند تجربة رائعة وبتحدى الكل وبتحدى الكل يجي يجربوها لأنه تجربة بحطتوها بعمركم يا
عيني والله ما شاء الله يعني تجربة أكشن صراحة. هلا صارت حرزانة المغربية بعد كل هالأكتيفيتيز. لا صراحة كان يعني إحنا استمتعنا غير إنه كنا بنصور الموضوع. نعم. فعلا كانت تجربة مرة حلوة وسويناه كله في يوم واحد. يوم واحد. ويمكن السي بلين كانت هي أكثر تجربة غريبة جديدة وما سويناها قبل كذا وكان فيه له كذا رجل الطيار. بس أحكيك حكاية سويت فيها هذا. الحين أنا أحب هذه الأشياء ويعني قلبي جامد أحب أجرب هذه الأشياء ومغامرة وأروح. فأنا في الطيارة تتهز هلا تطالع فيه تقول لي سهرة اللي يكون رامز عامل فينا مقلب. طبعا انا وجهي من الابتسامه لكشره وصرت خايفه صرت ماسكه في الطياره اقول لا بس يا هلا هم سووا مشهد الطياره. لا فجاه حسيت انه لازم نكون احنا متاهبين لاي موقف وقلت والله انا كشفتهم مبين واضح وكاميرات نفس الفكره. لا وتحاول تقنعني تقول لي لا هم دائما يختاروا الصحبات ويصوروهم ويسووا فيهم المقلب وانا صدقت فما يعني ما صار ابن يدق وتوترنا. طيب انت ليش خفتوا يعني اذا هو مقلب بالنهايه؟ لانه خفت يطيح فينا ما اعرف ايش ممكن يسوي فينا. ونحن كنا محظوظين كان الهواء الجو عواصف شوي فكانت اصلا الطياره عم تعمل هيك قدرنا نصدق. وغير الكارتينج طبعا احنا يمكن علي تحدانا على المغامرات بس كان في تحدي بين انا وهلا في الكارتينج ومين فاز؟ شفنا احنا راح حسيت انه يعني خلص حرام صار بس ليش بطلين ولا هو في سلو موشن بالموضوع؟ لا لا هو في سلو موشن في التقرير بس كان سريع وانا فزت بلفه كامله. لفه كامله يعني بس الحلو تتمشى هلا كانت تتمشى. الحلو بهالمسابقات كلها التجارب اللي عملناها انه رجعت الطفوله اللي فينا صحيح. كارتينج وحتى البايسكل يعني بالاخير انا قلت يلا حسوي بايسكل بما انه ما ربحت خلينا نعمل طلع انه البرمه 6 كيلومتر يعني فكان بنهايه اليوم 6 كيلومترات من ال ايوه. لا احييها هلا صراحه لانه بعد اليوم الطويل سوت السايكلينج. احنا ترى مستمرين مع المشاهدين بمجموعه تقارير من ابو ظبي. انا بس عندي تصريح تفضل. زين التحدي طبعا في انا في يوم امس كنت في مدينه العين هذه المدينه الرائعه وسجلت تقرير ابى اصرح تصريح من هذا المكان لو سمحت. ايوه اوكي تصريح. التقرير اللي انا سجلته راح يكون افضل تقرير في عام 2018. يا سلام. لا طب بس احنا عندنا تصريح ثاني. احنا بما انه علي تحدانا احنا وقلنا التحدي انا وهاليوم نتحدى زميلنا مهند حمدي انه هو كمان يمر بتجربه جديده وبمغامره جديده ويشاركنا.